وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد. عبد المجيد تبون عاوتاني خرج بتصريح اخر، واش هذا معدو ما يدار ولا كل مره جايب صحفيين في شكل دير معاهم كاتب لهم شنو عيسولوه هو كيجاوب؟ اولدي ما عندك ما يدار ولا وانت 3 سنين زرتي مدينه وحده هي وهران، 3 سنين وانت في الرئاسه وهران واحده اللي زرتيها. خرج اصاحبي شوف الشعب وتسارى وشوف شنو عندك من المشاكل تام قابل، جيب هاد الصحفي دي هاد الصحفي. قال لهم انا يا راه ملي قطعنا العلاقات راه على شويه كنا الحرب صافي وكنا واقفين على الحرب، وكيزيد ياكد هذوك الاخبار اللي كانت خرجت بانه كان على صراع مع شنقريحه اللي كان باغي الحرب وباغي يدخل في حرب مع المغرب وهو ما كانش باغي، وهذا هو دابا زاد اكدها بانهم كانوا مع بعضياتهم مشربكين. انت شكون اللي مسوق لك لهاد الحرب؟ ماعرفش مع من كان عيديرها وقلا مع البوليزاريو. وجاي الحرباء صالح الازرق كيسال واحد استاذ مغربي وقال له بانه راه قال بانه صفق لي داك الانجاز اللي درتوه في كاس العالم راه تبون قالك صفق لكم وشكركم وقال لكم شرفتوا العرب، ولكن داك الاستاذ خاشر داك المغربي قالوا لا الله يرحم له الوالدين، زعما ما عندنا ما نقولوا صفق لينا الله يرحم له الوالدين، صفق لينا الله يرحم ليه الوالدين. اه ولكن التناقض، لا انت الرئيس صفقتي لينا ومانع الاعلام ما كيهضرش علينا، كاس العالم كامل ولا خبر واحد نزل فشي في الاعلام الجزائري، شكون اللي كان مانعهم؟ وداك المدير العام ديال القناه الاولى الجزائريه شكون اللي اقاله؟ الزغبي المونديال كامل ما كيجبدش المغرب حتى المباراه ديال البرتغال، عا قال النتيجه لا غدا قالوا له دور الله يعاون حي، وقالوا من هاد التصفيق كامل ها هي دابا حنا عارضين علينا باش نلعبوا في الشان، ولكن قالك سير دخل من الشرجم سير دور لتونس ودور مغ، قالوا ما يعطينا على الترخيص، يعطيه للكاف ما يعطيهولناش حنا، يعطيه للكاف، يبقاش في التصفيق ولا؟ ابقاش في القلب شنو عندك فيه؟ لا القلب كحل وتصفق علينا، فنخليكم مع الحرباء صالح الازرق، نتمنى انكم تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنساوش لايك، خليونا الراي ديالكم في التعليقات، واللي مازال ما مشاركش معنا يشاركوا ويفعل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. اشترط المغرب مؤخرا رحلة مباشرة لمدينة قسنطينة من أجل المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم المزمع تنظيمها في الجزائر هذا الشهر. جاء ذلك بحسب بيان للجامعة المغربية لكرة القدم كشفت فيها أنها راسلت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص احترام بنود دفتر التحملات لاستضافة البطولات الإفريقية خاصة فيما يخص تسهيل ظروف المنتخبات المشاركة في هذه المسابقة. وفي بيانها ذكرت الجامعة بقرار مشاركة المنتخب لأقل من 23 سنة في منافسات هذه البطولة التي تستضيفها الجزائر ما بين 13 من يناير الحالي والرابع من فبراير المقبل. طلبت الجامعة بسفر المنتخب المغربي إلى مدينة قسنطينة التي ستستضيف مبارياته في هذه البطولة عبر رحلة مباشرة انطلاقا من مدينة الرباط وبواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية. لوحت الجامعة بأنه في حال رفض طلبها فقد قررت عدم المشاركة في هذه البطولة. في سياق الرياضة أيضا نوه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الأيام الأخيرة بالإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي في كأس العالم الأخير بقطر بعد تأهله إلى دور نصف النهائي وإنهائه المنافسة في المركز الرابع. وفي هذا الصدد قال تبون في حوار له مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية إنه قام بالتصفيق على المنتخب المغربي مضيفا أنه فعل ذلك لأن الشعب المغربي صفق للجزائر كذلك بعد فوزها بكأس إفريقيا في 2019. وأضاف رئيس الجزائر في الحوار ذاته أن المنتخب الوطني المغربي قام بتشريف الكرة المغاربية والعربية في نهائيات كأس العالم في قطر. بعيدا عن الرياضة وفي ذات الحوار قال الرئيس الجزائري إن قرار قطع العلاقات مع الجارة المغرب كان بديلا لنشوب حرب بين الدولتين وأن الوساطة غير ممكنة بين البلدين. وأفاد تبون بأن قطع العلاقات مع المملكة المغربية صيف عام 2021 كان نتيجة تراكمات منذ عام 63 بحسب قوله. وأضاف أن النظام المغربي هو من سبب المشاكل وليس الشعب، فهناك 80,000 مغربي يعيشون في الجزائر بكرامة بحسب قوله. الجزائر والمغرب إذن، المغرب يشترط السفر المباشر إلى الجزائر للمشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين والتي تبدأ كما قلنا 13
من الشهر الحالي نظريا يفترض أو هكذا يبدو الطلب، الطلب عادي وبسيط للغاية الحقيقة من باب الأمان، دورة إفريقية يشارك فيها المغرب باعتباره بلد عربي وبلد إفريقي، يريد لهذه الطائرة التي ستنقل اللاعبين أن تنتقل من الرباط إلى قسنطينة مباشرة، لا يمكن أن تذهب إلى بلد ثالث ثم منه تنطلق إلى الجزائر. لكن لأن الجزائر في سبتمبر 2021 قرر غلق مجاله الجوي على كل الطائرات المغربية العسكرية منها والمدنية، ربما سيمتنع، لكن هذه مسابقات دولية لأنها إفريقية وليست جزائرية، وبالتالي يفترض فيها يعني الـ 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 الاستثناءات. قطر ليست على علاقة مع الإسرائيليين، ولكنها لم تمنع الإسرائيليين من يأتوا هناك لتغطية مسابقات كأس العالم، وبالتالي في مثل هذه المسابقات هناك استثناءات لأنك أنت يعني ملتزم بقوانين دولية. أنا أحلل ولا أميل لأي جهة، ميلنا الحقيقة هو لإصلاح ذات البين بين هذين البلدين العربيين. الذي يبعث ربما على الاطمئنان هو تصريحات رئيس الجزائري مؤخرا بقوله إنه صفق على أداء المنتخب المغربي، وأن المغرب المنتخب المغربي شرف المغاربة وشرف العرب والأفارقة. لكن في تصريح أو في ذات الحوار الحقيقة تصريح يتحدث على أن قطع العلاقات مع المغرب كان بديل للحرب، وهو ربما ما طرح استفهامات كثيرة بأن البلدين ربما كانا على شفا خطوة ربما من اشتعال الحرب بينهما. على كل حال، بين التفاؤل والتشاؤم، بين الرياضة والسياسة، هنا دعونا نبحث عما يدفع نحو التفاؤل خلال هذا العام. سعود للجمهور بعد قليل على كل حال، ولكن أرحب بضيف حلقتنا الأول في هذه الساعة الأستاذ جمال بن شقرون الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، ينضم إلينا من الرباط. سيد بن شقرون مساء الخير. لو بدأت بتصريحات الرئيس الجزائري، سآتي بعد قليل على الطلب المغربي، تصريحات الرئيس الجزائري الأخيرة كان فيما يتعلق بأسباب قطع العلاقة مع المغرب، قال كان تفاديا للحرب، أو فيما يتعلق بتصفيقه للمنتخب المغربي والذي فهم منها أيضا بأن العلاقة بين البلدين ليست على قدر كبير ربما من السوء، ماذا ترى في ذلك؟ مساء الخير سيدي، شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة، وتحياتي لك ولكل المشاهدين الكرام الأفاضل. بداية، هناك نوع من التناقض في كلام السيد الرئيس، رئيس دولة الجزائر، فكيف لهذا السيد أن يقول بأنه صفق للمنتخب المغربي عقب نتائجه المبهرة في مونديال قطر 2022، وفي نفس الوقت نجد أن الإعلام الجزائري لم يقدم أدنى خبر ولو بسيط في القنوات الرسمية حول هذا الإنجاز. فالأكثر من ذلك أن بعض القنوات وعند إشارتها لنتائج الدور الأول من مونديال قطر لم تذكر انتصار المغرب على إسبانيا. إذا هذه نقطة صراحة سلبية غير مفهومة، مع احترامي وتقديري السيد الرئيس، ونشكره على هذا التوجه الذي دفع من خلاله و فرح كما فرح العرب جميعا والأفارقة جميعا بهذه الانتصارات التاريخية للمنتخب المغربي الذي لم يمثل المغرب وحسب، بل مثل كل العرب وكل الأفارقة وكل المسلمين، وهو انتصار تاريخي يبين بالمنوس أننا نفتخر كعروبة كأمم بكل إنجازات. أما فيما يتعلق في حديثي عن الحرب، هذه صدقني أستاذ عزيز، هذه ترهات، ترهات النظام الجزائري العسكري الحاكم الذي في كل مناسبة يدفع نحو الحرب دون أن يجد لها مبررات، وهي فقط عجرفة داخلية قوامها تصريف لضعف سياسي واقتصادي واجتماعي داخلي في دعم غير مفهوم، دعم خطير جدا على المنطقة ويؤزم المنطقة ويخلق بؤر توتر إقليمية وإرهابية بخصوص دعم النظام الجزائري للبوليزاريو ودفعها إلى خوض هذه الحرب وهو مدعمها بالسلاح والعسل والغذاء. اعتقد بان الان الاوان اليوم في القرن 21 ان ينأى النظام الجزائري عن نفسه بالخوض في مزيد من هذه الامور السلبيه للاسف الشديد. الامل هو ان نجعل
العلاقات متينة لها منافع يعني مشتركة ما بين الدولتين لفائدة الشعبين. هذا هو أملنا وهذا هو طموحنا. والمغرب دائما كان له السبق في أن يمد يده، والدليل هنا هي الخطابات الملكية السامية في كثير من المناسبات، سواء في عيد العرش المجيد أو المسيرة الخضراء المظفرة أو غيرها، يقول دائما بأن الجزائر دولة جار وأن الشعب الجزائري شقيق ولنا معه علاقات قرابة وأخوة طويلة الأمد، وأن المغرب ساهم في كثير المحطات لتحقيق الانتصارات السياسية للجزائر. نذكر هنا استقلال الجزائر الذي ساهم فيه المغرب، نذكر أيضا محطات متعددة. واليوم على النظام الجزائري أن يستجيب، لأن ذلك يشكل انتصارا للأمل الذي سينعش يعني مصالح الشعبين على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي. وبالتالي أرى بأن هذه التصريحات هي فيها تناقض كبير، ويجب أن يجلس النظام الجزائري على طاولة الحوار مع المغرب لتفكيك شفرات أي مشاكل عالقة، لكن بعمق. ماذا يربح الآن النظام الجزائري من دعمه لجمهورية الوهم والانفصال بوليزاريو، التي الآن أبانت كل التقارير وأبانت كل الصور على أنها في أفول وفي اندحار، وأن كثير من الصحراويين المحتجين هناك يريدون العودة إلى وطنهم الأم المغرب، وأن ما يعيشونه الآن من أزمات اقتصادية واجتماعية هي ظاهرة للعيان، بشهادة مبعوثين ووفودين من دول أجنبية زاروا تندوف اللي هي أرش زائرية بالمناسبة، وعاينوا بأم عينهم ما يعيش هناك المحتجزون هناك. طيب هذا فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الجزائري الأخيرة. فيما يتعلق بالطلب المغربي وهو على علاقة بهذه المسابقة الإفريقية التي تجري في الجزائر في قسنطينة تحديدا انطلاقا من 13 من الشهر الجاري، المغرب يريد لفريقه أن يسافر مباشرة من الرباط إلى قسنطينة، لكن يعني كما هو معلوم الجزائر أوقف الرحلات العسكرية والمدنية منذ سبتمبر 2021، فما هو الحل الآن برأيك؟ وأعتقد سيدي بأن طلب المغرب هو طلب بسيط وعادل وينسجم مع القوانين الداخلية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأن المغرب توجه بطلب هذا إلى الكاف، يعني معتبرا بأن البند المتعلق بتسهيل يعني حضور المنتخبات الوطنية والفرق والأندية في إطار المنافسات القارية هو شرط واجب على الدول المستضيفة. والحالة هنا أن الجزائر دولة مستضيفة ومنظمة لشأن يعني كروي كبير وقاري يتعلق ببطولة إفريقيا للمنتخبات المحلية، وهي مناسبة سانحة من أجل إشعاع كروي للجزائر ولإفريقيا أمام أنظار العالم بعد يعني أيام قليلة يعني شاهدنا فيها إنجاز تاريخي للعرب خلال تنظيم باهر لكأس العالم بقطر. لكن للأسف يعني ما نسمعه اليوم بشيء غير رسمي، لأن الجواب الرسمي لم نتوصل به لحد الساعة، ونحن لم نراسل يعني مباشرة الجزائر، بل رسلنا الاتحاد الإفريقي الذي هو المنظم لهذه البطولة، أما الجزائر فهي المحتضن لها. وبالتالي أعتقد بأنه الجواب يجب أن يكون يعني إيجابيا بشأن ولوج المنتخب المغربي إلى التراب الجزائري في رحلة استثنائية خاصة جدا عبر الخطوط الملكية التي تعتبر المحتضن الرسمي والناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية نحو قسطنطينية. وبالتالي كذلك هنا سنجد أن الأمر يتعلق ليس فقط بالمنتخب، سيتعلق الأمر أيضا بالجمهور، وكيف للجزائر أن تحرم نفسها من حضور جماهير غزيرة من المغرب، ونعلم بأن الحدود المغربية الجزائرية قريبة جدا، وأن الجماهير طواقة للحضور ليس فقط من التراب المغربي بل من كافة مناحي تواجدها بالعالم، خاصة بإسبانيا التي تواجد فيها ما يقارب مليون مغربي، إلى جانب جالية مهمة أيضا جزائرية وتونسية وعربية، قس أيضا فرنسا والدول المجاورة. طيب على 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 حد علمك سيد بن شقرون، يعني لم ترد أي إجابة بشكل مباشر أو غير مباشر أو حتى تلميحات إلى الجهات المغربية؟ هناك السكوت المطبق سيدي غير مفهوم، هناك فقط ما سمعناه هو تدخل يعني رئيس اللجنة المنظمة الذي يعني لم يعطي جوابا صريحا، هكذا كلام على عواهنه وغير مفهوم، ثم تدخل وزير الشباب والرياضة الذي
الاخبار بانه سيجيب في 24 ساعه، اليوم مرت اكثر من 72 ساعه لم نتلقى جوابا رسميا. والمغرب يعني بقراره هذا يعني حاسم لا يمكن ان يشارك المغرب الا عبر توفير هذا الشرط الاساسي الذي يمكن ان يجعل فتح الاجواء، الذي هو قرار سيادي نعم الجزائر باغلاقه سياسيا، ان يفتح هذا الامر بقرار يعني رياضي اليوم، لتكون الرياضه معبر اساسيا لتليين يعني المواقف السياسيه المتزمته، ولنبعد الرياضه عما هو سياسي للاسف الشديد. الان الجزائر للاسف يعني تدمج ما هو سياسي مع ما هو رياضي مع ما هو اقتصادي، كمثلا يعني الغاء اتفاق انبوب الغاز المار من المغرب الى اسبانيا. ان هناك تخبط وهناك يعني امور تجعل النظام الجزائري تائه في تجاوبه مع ملفات معزوله جدا عن النزاع السياسي الطبيعي للمغرب في دفاع عن شرعيته يعني وحدته الترابيه، وكذلك فيما يتعلق بالجزائر تعتبر نفسها محايده وتدافع عن شعوب تعتقدها بانها مقهوره، وهذا على رايها الخاص الذي سيحل على انظار الامم المتحده. لكن اليوم سيحاسب ايضا الاتحاد الكروي الجزائري في مرحله ما بعد الشان في المناسبات القاريه الاخرى، يعني كالبطوله الفرق والانديه القاريه التي ايضا لدينا معهم الان مباريات. يعني وبالتالي المغرب قدم يده الممدوده في عز جائحه كورونا، استقبل المغرب المنتخب الجزائري استقبالا حار بمدينه مراكش في اطار خوضه لاحدى المباريات الاقصائيه مع منتخب بوركينا فاسو المستضيف، والذي صادف مباراته هاته داخل التراب المغربي، وكان استقبالا حارا. والجزائر عبرت بطائرتها يعني عبر التراب المغربي والى مطار المناره بمراكش دون اي مشاكل. فماذا حصل اليوم دون يعني لا يقوم يعني الجزائريون خاصه القيمون على الشان الكروي نعم على كل دورهم بعيدا عما هو السياسي. نعم نأمل على كل حال، ما تزال الأيام يعني ربما 10 أيام ما تزال تفصلنا عن هذه الدورة، ونأمل أن يحصل المغرب على تجاوب إيجابي في هذا المجال. سيد جمال بن شقرون الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية كنت معنا من الرباط، نشكرك جزيل الشكر. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، مش مخرج عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العادة نشوفوا في فيديو جديد ديما مغرب.